جديد. رجعنا من جديد في زون ميكس والتحق بين ضيفنا اليوم المدرب الناقد الرياضي الوجه الاعلامي المعروف رضا براوي. سيدي اهلا بك. سيدي مرحبا. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ شرفنا سيدي حيشك. في التقديم مانيش غلط بون، قعدت نقول شنو نقدموا، مدرب وجه رياضي ناقد رياضي محلل فني، كيفاش؟ ماكش غلط في تقديمك. لاعب كرة قدم. ولاعب كرة قدم سابق. نسيت. مش في ريال مدريد. تو بعد جديد. خلينا نبداو بريانة، بديت بريانة ومشيت الترجي. أول سؤال عندي، شكون رضا براوي؟ رضا براوي تونسي مواليد في تونس من عام 43، مغروم بالكرة ما نكذبش عليك. كي التوانسة الكل. كي التوانسة الكل. تربيت في حمام الرميمي في تونس وبعدش نقلنا لريانة. لعبت في ريانة صغير. حتى بريمير اني مينيم نقول لك. عامين معناها. ايكول ومينيم. لعبت برشا مينيم. من ثماش ايكول وقتها. العصر اللي لعبت فيه انا الكوره ما فماش ايكول. فماش ايكول. واكاديمي وما اكاديمي. فما مينيم هكا. مينيم اي اونكور بعد. اي مينيم مينيم دوزون. مينيم دوزون، بعدش دوزون كادي، بعدش دوز، لا هكا هو. بريمير اني جونيور انتقلت للترجي الرياضي. لعبت جونيور عامين. لعبت في اسبيرونس. شنو الترجي الرياضي مش الاسبيرونس؟ ايه شكون؟ الترجي الرياضي اخر؟ فما جرجيس فما. لا لا الترجي الرياضي التونسي. شكون لعب معك من اللاعبين اللي كملوا مسيرتهم ووصلوا؟ حمادي التواتي، حمد الهمامي. هذوما نذكرهم اللي لعبوا. بعدش رنيت ريانا، رجعت ريانا، رجعت سنيور مع حطاب بياري مع توفيق بالغيث. علاش ما كملتش في كم لاعبي؟ وين؟ في الاسبيرونس مثلا. لعبت سنيور دو ماتش. دو ماتش لعبت. دو ماتش. وي في با دون بلاصون وقت الله يرحمه سي الهاشمي الشريف والاسبيرونس، القانون نتاع الكره في تونس. يعني ال11 اللي يدخلوا للتيران يقعدوا غادي. ما فماش بنك ودي رون بلاصون. معناها نجم نقول لاعب سابق في الترجي معناها. طبعا لعبت في الترجي. كان عارف باش تسني سؤال انا جبت لك تصاور. لا لا صادق ما غير ما تجيب لي حتى تصاور. شكون من اللاعبين وصلوا معاك وقتها في السنيور لعبت معاه؟ في السنيور لا اله الله محمد رسول الله، لعبت مع باغندا. لعبت مع نور الدين العلوي الله يرحمه. عام قداش؟ 62 63. لعبت دو ماتش سينيور سدعانه وقتها سي الهاشمي الشريف المدرب الله يرحمه. ضد شكون؟ لعبت ضد ماتش ضد كلوب تونيزيان اللي هي توا سي اس اس. سي اس اس. كانوا يلبسوا اخضر واحمر. الاخضر والابيض. مش اخضر واحمر. اخضر واحمر. كيسه تونيزيان. والماتش الثاني مع السيابين في بنزرت. لعبت دو ماتش. اوفيسيال المقابلات. اوفيسيال اوفيسيال. وقت عبد الرحمن بن عزين الله يطول عمره. وبالمناسبة نبوس ونسلم عليه هاك الراجل هذاك. وقتها كان لوترينور سي الهاشمي إلا يو بوزوان بيا أنا واحد اسمه العلقة مش حطنا في السينيور، كان سي عبد الرحمن بن عزين مشى ليوغوسلافيا يلعب في الاسبيرون سينيور وقتها، مشى ليوغوسلافيا باش ياخذ الدبلوم دونترينور. غاب على الترجي الرياضي تقريب عام ولا عام ونص ورجع ورانا الترجي الرياضي اون 64 ولا 11 ربحها من لمفا نزلوا في نهار الكوب تونيزي. شنو هي البوست نتاعك انت؟ ميليو تيران. تلعب وسط ميدان. باهي علاش ما كملتش؟ لعبت قلت لي زمات شويه كهو. صعبت عليا ما عادش نجم نلعب خاطر انا صغير وتبارك الله تلعب في الترجي في وانت بريمير اني جونيور والكل صعيبه. فحسيت روحي في اريانا نعطي اكثر. مشيت لعب في ريانا. لعب في ريانا بيان سور. قلت لك بديت في ديفيزيون 2 ريانا وقتها. ريانا ديفيزيون 2 وطلعنا الناسيونال عام وهبطت حتى بالبياري. يقول قايل تلعب في الاسبيرونس كنت معناها حتى باش تطيح تمشي ليكيب في الديفيزيون الاولى، علاش اخترت ريانا بالذات؟ جمعيتي ولد ريانا انا. انا ولد ريانا. تحبها معناها؟ طبعا ولتوا الى يومنا هذا. لعبت برشا في ريانا سينيور. لعبت ياسر في ريانا سينيور، لعبت كادي، لعبت كيما قلت لك مشيت جونيور في البريم تقريب دوزيام اني سينيور، قعدت عام بريسك ما نلعبش في الاسبيرونس. خذيت قراري باش نمشي نرجع نلعب على الاقل، نحب نلعب خاطر باش تقلع بلاستيك في الاسبيرونس راه وقتها لا جروند ايكيب دو الاسبيرونس مش بالسهوله معناتها باش تاخذ بلاصه. وقلت لك ما ثماش حتى رون بلاصون ما ثماش وقت. 11 برك. باهي. والباقي يروح للدار ما يلعبش. قدام عام لعبت في ريانا. لعبت فريانا هاوكا من سنة عن 62 من 63 حتى تقريبا 70 سبع سنين. اي هيك وقتاش كملت الكورة؟ كملت الكورة قد عمرك معناها؟ 28 ans. علاش صغير؟ تغربت باش ندخل وقت الراني، نحب الراني ما نكذبش عليك. ملي صغير؟ ملي صغير. ملي 28 عام؟ انا ملي صغير تو يفو دير انا تو عمري 77 سنة. لا نحكي وقتها 28 عام صغير. 28 سنة قعدت عامين ولا ثلاثة ما نلعبش في الكورة ولا نترنى وما نلعبش، وبعدش قررت باش نعمل حياة جديدة في كرة القدم. دخلت الدومين نتاع باش نجيك وين تحط روحك كملاعبي؟ ملاعبي كبير؟ ملاعبي متوسط؟ ملاعبي متواضع؟
انا ظهرت ملاعب كبير وقت لعبت في ريال مدريد هاو توا انا باش نجيك لا لا فما فما سبب راه حكايه ريال مدريد راه مش مش اعتباطيه معناها لا لا هي 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 شوف هي زلت لسان وكلمه قلتها ومانيش ندم عليها خاطر نقول لك علاش هم شو نقول لك علاش سامحني فما ناس كبار لعبت الكوره وعملوا تاريخ فودير لا فيريتي مش لعب الكوره كلهم احنا توصلوا يلعبوا في ليكيب ناسيونال لكن لعبت كوره تقول لي لعبت في الترجي نقول لك هي لعبت في الترجي اما مانيش كعبد الرحمن بن عزين او مثلا المرحوم ناصر نوار هذوما لعبوا على طول يلعبوا اساسيين زلت لسان كيفاش زلت لسان انا في ابو ظبي انا في ابو ظبي خرجت من ابو ظبي الحكايه كرونيكر بعد الماتش نعملوا البلاتو نتاعنا تلعب وقتها نادي الوحده الاماراتي واتحاد كلبه اتحاد كلبه مازال كي طلعت وقتها هذه في الديفيزيون في ملعب الوحده والوحده نادي كبير يلعب فيها ملاعب مغربي معناتها بروفيسيونيل اجنبي خسروا على التيران نتاعهم اربعه سيتي لا غروند سوربريز دخلت البلاتو بعد الماتش كلمني اللي يخدم في البرنامج قال لي ايش رايك في النتيجه عريبه ونادي الوحده على ملعبه ينهزم اربعه قلت بصراحه نقول لك يا خويا نادي الوحده اليوم لعبت بعشرة ميسي وجارديان اسمه علي درا شنو وقتها اش معناتها كي قلت انا لعبوا بعشرة ميسي معناتها لي ديفونسور والميليو تيرا ان يافي با دو ديسيبلين دو جو حقروا ليكيب الاخرى وين تعمل لك كونتر اتاك اتحاد كلبه تبارك النمول قلت 11 ما سميت حتى جوار لا هذا الجوار اترونجي المغربي يلعب ديفونسور ملاعب كبير وملاعب باهي الجمعه اللي بعدها نادي الوحده مشات تلعب مع نادي الشباب في دبي في الكوب دي كوب نتاع الامارات في الدومي فينال خسرت الوحده دوزها مشى المراسل نتاع قناة أبو ظبي يسأل في الملاعب هذا بالذات. قال له الخسارة نتاع تو يحكي له على الماتش نتاع اليوم معناتها على الماتش الكوب. قال له كورة وما كورة بعداش قال له بربي هكا يعني بيدو بربي عندكم واحد قاعد على كرسي ليبي ولا جزائري معناتها تو حتى بلغتي ما يفهمهاش. قال عندكم واحد هكا ليبي ولا جزائري ينتقد في الملاعبية ويتكلم ويقول عشرة ميسي ودرا شنو كان يعرف يلعب الكورة خليه يهبط يلعب يورينا واش عنده. انا وقت عمري 65 سنه تو يحكي وانا قلت هذا نهبط نلعب توا هذا اش باش نجاوب وش نقول له انا لعبت في ريانا لعبت في الترجي مرتين حاصل خلوا في الامان ما في الامان قلت له شنو في الامان قلت له يقصد في انا هذا شكون الليبي والجزائري انا برك وكلهم مواطنين لابسين لبسه نتاع مواطنين قلت لازم نجاوبه هذا كيفاه جاوبته قلت اولا ساعه ماكش محترف انت بيكن باور وما ادراك من بيكن باور انتقدوه انت كي تعمل اغلاط وما سميتكش انت انا سميت قلت 10 جوارات كلهم 10 ميسي معناتها يافي با دو ديسيبلين دو جو وما فماش ديسيبلين تاع اون ديفونس سيريوز الناس كل تهاجموا وانت تو انا عمري 65 سنه قلت نهبط نلعب قلت انا وقت لعبت في ريال مدريد انت ما زلت ما تولدتش هكا الكلمه قال يسمعوا فيا الناس غادي ومسكر تليفوني في الكرمه خرجت نلقى التليفون مشي ترجع اقرب واحد سيتي لو بريزيدون نتاع نادي الجزيره اللي انا وقتها كنت راني في نادي الجزيره. علاش قلت انت؟ علاش قلت ريال مدريد بالذات؟ ما نجمش نقول لعبت ريانا قال سير انت تعبت ريانا فما ناس تتكبر. اما شنو هو جاي من الوداد تقريبا ولا من الرجاء. غلطت معناتها حبيت غلطهم حبيت لا مش غلط في الكلمه. مش هو نعطيه يحترم الناس مش يحترمني. من غدوه ولا يطلب في التليفون نعاود. كنت سيريو معناها كي حكيت معاه. بصير سيريو كيما نحكي معاك توا سيريو انا. نحكي معك سيريو تو قلت له انا كنت نلعب في ريال مدريد قلت وقت اللي انا لعبت في ريال مدريد انت ماكش موجود باه مشي غادي مشيت على روح جيت لهنا عاودتها زاد لا لا عاودتها على خاطر مو باش نعطي قيمه لروحي انت تعطي قيمه بحاجه صحيحه مش حاجه غلط لا ما يسالش برا انت تفهمها عاد غلطه ولا مش غلطه هي زلت لسان تو هي الكلمه صارت وين؟ في ابو ظبي في تونس سالوني زاد شنو هي حكايه ريال مدريد؟ مسالوني تبعوا الناس تتبع هي زلت لسان راه ما فيها شيء قلت له ما يصحش وبرا لعبت في ريال مدريد وباهي وما لعبش في ريال مدريد شنو المشكله يعني؟ فما مشكله؟ لا فما حتى مشكله عادي يعملوا سيرفيوات في اذاعات ما نسميهمش
من غدوه نحل التليفون تاعي نلقى ناس عاملين بلاتو وتونسي يلعب في الريال وتونسي ما يلعبش في الريال. عملوها بالنسبه لي انا ماهيش مشكل. زلت لسان وقلت تحب تمن لعب في ريال مدريد امن، تحب تكذبني ما لعبتش في ريال مدريد من ايدك يا سيدي ما لعبتش في ريال مدريد. بيعطينا صحيح تاع لعبته ما لعبتش ما لعبتش في ريال مدريد. ها اللي كنتي بركه هذا اي ما تفضحنيش ما تقولش راهو رضا بوراوي ما يسمع فينا حد. ايوه مختلف رضا في جوج حاجات على المحللين. الحاجه الاولى ما لعبتش كره وما دربتش على الاقل في المستوى العالي. الحاجه الثانيه عفوا تو شفت سؤالك ابي خلينا نكمل شفت سؤالك خلينا نكمل لك وجاوبني. أيوة. الحاجه الثانيه بديت وتعرفت خارج تونس وجيت بعد لتونس. اي هذوما زوج حاجات مختلف فيهم على تعودنا بيه على المحللين اللي هو شنو اخوي زوج حاجات هذو بديت من برا معناها مش من تونس. علاش اختار منك انت ولا شنو؟ انا اولا كي طلعت لابو ظبي عام 81 82 وروحت توا توا يا من باكت موا واضح. مشيت مع سي مختار تليلي الله يفرج عليه ونسلم عليه بالمناسبه. هزني مختار تليلي اجوا مع مدرب نادي الجزيره موسم 2081 موسم 82 قعدت غادي مختار روح وانا قعدت راني في الصغار. كيف هزك السي خلينا نفهم هزني اجوا انت كنت عندك علاقه اصحاب بيه ولا شنو انت مختار تليلي؟ انا يعرفني راني في الكامب في الجونيور تاع الجونيور ليسبيرونس هو راني في السينيور. شو معناتها انا قاعد في الدار انا فما كوره ما عندي شيء هزني مختار كيفاش يهز مختار تليلي واحد ما يعرفوش ولا ما يحموش مدرب ايه؟ هو عطيني الدوزيام دوغري هو راني في الاسبيرونس وانت راني في الجونيور ودخلنا في ستافي خسر الصعيد سيزون 81 هبا سني خلي تمشي معايا قلت له وين نمشي معاك؟ قال لي انا طالع لابو ظبي تطلع معايا قلت له وين هذه ابو ظبي في السعوديه؟ قلت له ما نعرف ما نسمعش ما نعرفهاش بصراحه وانت تعرفها وقتها سلامة ابو ظبي كتربان عاش الامارات يا اخي لا توا توا عرفناها الامارات كتربان اه كتربان دو ماهيش معروف عمري 12 عام نجم كنا عارفها نجم كل هزني سي مختار جوا روح سي مختار ما كملش طلبوني اداره نادي الجزيره تقبل باش تراني قطاع الناشئين ولا لا؟ قلت له انا نقبل قعدت غاديك في قطاع الناشئين خمسه سنوات بعد سي مختار تليني ما روح خمس سنوات في قطاع الناشئين في نادي الجزيرة بعدش خمس سنوات أخرى في قطاع الناشئين في نادي الوحدة وبعدش نمشي للسعودية ندرب الهلال في قطاع الناشئين تقبل نجران نجران والشعلة والهلال. هاي المشكلة وين سي إسلام؟ هاي المشكلة وين وقت اللي واحد يبدأ يراني في قطاع الناشئين طبعا مش معروف صحيح هذه المشكلة. أنا أقول لك تراني في الناشئين مالا أصعب من سنيور. علاش ما عملتش الباليي للسينيور؟ انا ما نحبش ما طلعتوش انا ما نحبش جاتك فرص عبد المجيد شتالي ها هو حي جات الفرصه باش يجي نادي الوحده وانا في النادي الوحده طلبوني رئيس النادي طلبني قال لي نحب ما يسالش نحكيها العمليه بيان سور تفضل طلبني في شهر رمضان وفات سيزون قال لي سي رضا نحب نستشير معاك عندي مدرب البرازيلي اسمه غارسيا نحب يروح على روحه ونحب مدرب عربي ومشارك في كاس العالم هذا سنه 90 ساكتا قال لي ايش قولك في محمود الجوهري مدرب المصر عملتها مشات مصر 90 سيزون كاس العالم مشات لكاس العالم قلت له مدرب من افضل المدربين العرب وانت تحب مدرب شارك في كاس العالم محمود الجوهري من افضل المدربين لكن انا ما نضمنلكش طريقه العمل نتاعو وطبيعته في الحياه ما نعرفوش كشخص لكن نحكم على النتائج في المنتخب أمانة زادك يتحب اللي نعرفه شخصيا عندي عبد المجيد شتالي أنا خزر لي البريزدون قال لي صاحبك قلت له خويا شنو صاحبي وأنا بصراحة ما ربي يطول عمره مجيد ما عنديش علاقة بيه عمرك ما قابلته لا لا تقابلت معاه ماني دربت حمام سوسه سينيور تقول لي انت سينيور انا دربت حمام سوسه سينيور ما حكيتناش عليهم هذوما تعديتهم سيدي يعني مجرد كلام لان انت رديف سينيور مشكي ما فازت ريال مدريد لا 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 توا ريال مدريد هاني اول مره نصرح عليك انت وعندي فيك ثقه باش ما تخرج ايه بيناتنا ايه قال لي انت تعرف مجيد قلت له خويا شنو نعرف علاش انا ما ندير لا فيريتي طبعا كان ما عيطليش الشيخ يحب مدرب عربي ومشى لكاس العالم شكون مشى لكاس العالم في الزونترون نتاعنا وقتها هو عم مجيد شتيت الوحيد صحيح علاش خممت على نفسي انا راني في الجونيور وقتها في نادي الوحده كي باش يجيني المرحوم محمود الجوري مع كل احترامي لي او اي مدرب اخر باش يولي يعمل لي المشاكل مصري مع تونسي باش يولي لي مشاكل انا خليت حسابي فهمت
قلت اخويا عبد المجيد شتالي بالنسبه للنادي الوحده هو المدرب المناسب في المكان المناسب. صحته بيه. هز تليفون كلم ديريجون في النادي الوحده قال له غدوه الكابتن رضا باش يجيك تعطيه المصروف تقطع له تذكره باش يهبط لتونس. قال لي تنزل لتونس اسبوع تحكي مع سي مجيد وانت جاي خلي يعطيك فوتوكوبي نتاع الباسبور باش يحضروا له الفيزا. وافكتيفمون كلمت سي عبد المجيد. هلا بسي رضا شنو هو يعرفني من في حمام سوسه ما عندناش علاقه برشا ما عنديش علاقه بيه. حسيلو ما نطولك شويه تاني مكتوب وجا ورانا في نادي الوحده. طلبني باش نكون معاه مساعد. قلت له عبد المجيد اعفيني انا عايش خداش من سنه في الكاتيجوري ديجا. اللي باش يدخل للسينيور راهو فما ريسك. هاي. خفت من ريسك انك تتعلم معاه. فما مدرب يمنع هو. حبيت هاك ريكش غادي. صحي ريكش ريكش. علاش ما خممتش في فيك تعمل كارير؟ لا لا لا. ما كانتش عندك طموحات؟ لا لا ما عنديش طموحات، فانا عايش مع الصغار والحمد لله فهمت. حسبتها فلوس. بصراحة. مش مزيب السينيور فلوس يا خو اكثر من يراني في الجنيه. بيان سور اما ما حسبتهاش فلوس. أنا. تقعد على صغير. صحيت. تعرف قداش قعدت غادي ولا لا؟ 20 عام. نعم 20 فما 20 يوني 38 سنة ما شاء الله. منهم واحد توا خاطر تكلمت قال هذا مطرد من ابو ظبي. مطرد بعد 38 سنة ما يسالش مش باهي. مادام جبت الموضوع علاش غادرت ابو ظبي؟ توا هكا هو خي جات الكورونا وانا خمس شهور قاعد في الدار الروح نتاعي طلعت. شو تقعد شي 50 سنة اخت ما تاخذ كان اللي يكتب لك. يزي فيه البركة والحمد لله فما قناعة. علاش مشيت؟ باش نعمل كذا باش نعمل كذا نعمل كذا عملت والحمد لله. معناها وحدك روحت؟ وحدي روحت. معناتها ما قالوليش ما تروحش ولا اقعد حاجتنا بي. يزي في البركة 15 سنة كرونيكر. وخداش من سنة مدرب في الصغار. ما كبسوش فيك اقعد اقعد؟ لا لا لا. قلت لهم باش نمشي قالوا انا مقرر وحدي. انا ماخذ قراري. تعرف تقعد ستة شهور غادي راهو ما فماش كورة وما فما شيء. سي با فاسيل. سي با فاسيل. صحيح. لميت باكو باهي. لا وقت العاد توا باش نقول لك وقت لعبت في ريال مدريد لميت فلوسك. نبيل معلول جذبته. هذا حسب ما قالوا بفمه ظهري في موزايك. راني تو مالك الملعب ساعة فما خل بن يحيى البيرود اللي راني فيها انا. قال جذبني نبيل معلول. وقت اللي انا جونيور في الاسبيرونس مختارتيني في السينيور. خالد بن يحيى يليني اون 59 عادل الاطرش. تقريبا نبيل معلول اون 60 هذوما يسمح لهم القانون باش يلعبوا معايا انا. في الجونيور. لكن مختلط لي هزهم وقت السينيور. ما دربتهمش معناها مو. لا لا لا. ممكن سيانس ولا اثنين ولا. فهمت. شو شو اسمعني باش تعرفني اذا كتب المكتوب وباش تقعد صاحبي انا راهو ما نعرفش نكذب. حاسيك. لا لا مجد. كان في ريال مدريد. لا نعرف نكذب. خلي مره كذبت في ريال مدريد كذبت كذبه باهيه. على الاقل مش نكذب مضخمه. خدمت مساعد قلت لي مختار تليلي حتى في مثلا في حضورك التلفزيون حسوك متاثر شويه بمختار نتاع الشو وحكيت كما هكا. شنو متاثر باش ما فهمتكش؟ في تحاليلك مختار كي يحضر في التلفزيون يحب يعمل الشو يحب يعمل مثلا الاثاره مثلا في الكلام نتاعه. طريقتك انت سبونتاني نقولوا شويه هكا. يعني انا نقلد في مختار ولا في تنجم تكون هكا ولا لا؟ اولا ساعه كان انت هكا فهمت انا نقلد سؤال في مختار. فقط سؤال. لا يعني أي. كان انا نقلد في مختار في الشو نتاعه هذا يحصل لي شرف اولا. ثانيا كل واحد وطبيعته. انا هذا علاش نقول باغ اكزومبل فما ناس تسبك هكذا هكا تلقائيا يا اخي انت حاجه ما ساعدتكش كرونيكور قاعد في طاوله وهذا ما يساعدك يا اخويا دور الشيء ولا شد الكوموند وقت اللي تجي تكلم هذا سكر عليه وتبع اللي تحب عليه انت لكن ما تسبني علاش تسب فيا. تو مثلا المختار ربي يطول عمره عنده طريقته عنده عيشته حياته الخاصه يعيش فيها. انا ما نجمش نلومه. اما اذا انت ولا غيرك يفكر لي انا نقلد في مختار هذا يحصل لي الشرف. خويا وعزيز وغالي. باهي وصلنا المدرب في الشبان. باهي بعد كيفاش دخلت الاعلام؟ الاعلام با مادام راني في الشبان انا ديما كنت نكمل لونترينمون بين خاطر ماضي ساعتين او ماضي ثلاثه ماكسيموم الكار نتاع الجمعيه تجيب لك الملعبيه. حتى نيدك للتيران. كي تخدم في الامكانيات هذه يعني بصراحه يوفروا لك جميع الامكانيات. جات كاس الخليج في قطر
تقريب 2003-2004 حاجة هكا. جاني واحد في الراديو يخدم في الإذاعة أبو ظبي، قال لي كابتن جيم حتى تعاوننا تجلس معانا في البلاتو وتحكي على منتخب الإمارات وفي كاس الخليج في قطر، اسمه عامر سلمين. قلت له عامر عفيني من الحكاية هذه يا أخوي، أنا نعرف كان التيران وهك تشوف وقتي ندرب العشية ما نجمش، وما تشويت في العشية. قال لي لا أنت كي تكمل الخمسة خمسة ونص إذا بحضنا الإذاعة باش نبستات إذاعة أبو ظبي. مشيت حكينا على ليكيب ناسيونال وفات ليكيب ناسيونال 15 يوم تقريب كل يوم أنا في الإذاعة، قعدت تقريب دو جورني ولا تروا جورني في الشامبيونة، كملنا شامبيونة. قالوا لي باش تولي معنا على طول، الوقت اللي يساعدك بعد الانترينمان تجيب حدانا كرونيكور في الإذاعة. عديت عام بعد كاس الخليج، عديت عملت كونترا عام آخر في الإذاعة. شو باش نقول لك، كلمني واحد يرستي 3 ولا 4 جورنين دي شامبيونان بشتوفة في الإمارات، كلمني واحد قال لي يا كابتن راه واحد اسمه ما يعقوب السعدي يحب رقم تليفونك. قلت له شكون يعقوب؟ انا ما نعرفوش. قال لي هذا مدير قناه في دبي، قناه الرياضيه. قلت له اعطيه. كلمني من غدوه، اهلا كابتن شنو احوالك؟ اهلا وسهلا. قال لي تشرفنا، جيني غدوه ولا بعد غدوه جيني للتلفزيون في دبي. قلت له فيما يخص شنو؟ قال لي باش نعمل برنامج جديد، باش نعمل حصه تجريبيه. قلت له تفضل جي. مشيت له ما نطولكش، قعدت وقتها مازال ثلاثة جولات ولا أربعة جولات وينتهي البطولة ونادي الوصل وقتها هو اللي خد الشامبيونة. دخلنا بون فما دي زونسيان جوار من الوصل حاسينو من نذكر يوم نيتي 6 و 7 وبدينا نتكلموا. قال لي الوصل خدت الدوري، قلت له مبروك على، قلت له مبروك نادي الوصل ويستاهلوا، لكن راهو فما حظ السنة هذه لعب مع نادي الوصل. قال شنو الحظ؟ قلت له اللي متعودين ياخذوا في البطولات اللي هو نادي العين، نادي الجزيرة، نادي الوحدة، نادي الأهلي، دبي، سنة غايبين. صارت لك مشكلة في المطار على كلمة ذي؟ يرحم بوك، هاك واحد أنت عندك تاريخ الغيب. قل لي قل، شنو صار لك في المطار؟ هاني جايك عاد. شدت بعضها أنا ودو جوار من نادي الوصل، كيفاش تقول الكلام هذا؟ حاصلوا. وأنا خارج ماشي الكرابتي، شدني من في ستي يعقوب السعدي، قال لي أخي أنت في تونس تعديت في التلفزيون؟ قلت له يا ولدي عمري ما تعديت في التلفزيون. أول مرة هذه في التلفزة في الإذاعة داكوردو، أما هذه أول مرة في التلفزة. قال لي ما عندكش التراك، ما عندكش الرهبة نتاع الكاميرا، ما كاميرا. قلت له أنا نعتبر نفسي وقت اللي جيتك قاعد نحكي وكأني في الإذاعة، لا كاميرا لا حتى شيء، وما تكلمتش كلام. شو الكلام اللي تكلمت؟ بالمنطق بوجهة نظر اللي أنت سألتني جاوبتك. حصلوا خلي العام الجاي راك باش تكون معايا. وإفكتيف ما خلصت من الإذاعة ووليت فيهم. الموضوع نتاع في المطار، في المطار المدام سافرة باش نوصلها. أنا نستسمحك سيدي، إذا حكيت المطار نخليوها بعد الأخبار مع سهيل، سمعي بعد العشاء. تفضل.